مش بسم الله الرحمن الرحيم. معاناة بلدي الحقيقية بدأت منذ 5 سنوات. بدأت منذ 5 سنوات تقريبا، أي الخطوات العملية والتنفيذية للقضاء على مشروع الثورة بدأت حينما التقت الأهواء والأغراض المختلفة، توحدت المشارب المختلفة على طرد الثورة، على طرد الجسم الجديد غير المتعود عليه. لسنوات طوال ولعقود مضت كدنا ننسى أن هناك شيء اسمه إنسان، له طموحات وله أمنيات وله تطلعات. منذ 5 سنوات بدأ البرنامج الفعلي للشركاء المتشاكسون، وكان الشيء الوحيد الجامع بينهم هو ضرب الثورة. والغريب أن كل من الشركاء بدأ يخرج الوجه الحسن لشريكه، وبعد سنوات من الدمار الشامل وضياع البنية التحتية، وبدأ يلوح في الأفق علامات نجاح مخططاتهم وسيطرة فكرهم ومشروعهم على البلاد، دب الخلاف بينهم، بل ظهر الوجه الحقيقي لنواياهم، فغاب معنى الوطن والوطنية عن مشروعهم والتي طالما تغنوا وتشدقوا به. حتى الرايات التي كانت شعارا لمشروعهم اختفت، ولم يعد الحديث عنها يجدي نفعا، بل إن الطرف الأقوى من الشركاء اعتبر الحديث من هذا النوع، أي الحديث عن الرايات ومشروع الأجداد، أصبح يشكل تهديدا للأمن القومي لمشروعه. وتطور الأمر بين الشركاء وانقطعت حبال الود المصطنع بينهم، وعلت نبرات التهديد والوعيد لكل منهم، ووصل الأمر ذروته حيث فتحت الزنازين وتم توسعة المعتقلات والسجون، وأصبحت أرض وبلد المهجر أكثر أمنا واستقرارا. وهذه هي النتيجة طبيعية جدا لشركاء الأمس، فالوسيط بينهم والعامل المشترك بينهم في مشروعهم لم يكن نزيها ولا نظيفا يوما، بل هو الخبث والمكر والدهاء. وكانت الضحية والمتأذي منهم في هذه الشراكة الشيطانية هو الوطن، وضاعت أو تأجلت طموحات وأمال شعب أراد الحياة. لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم إشراقة وطن. نرحب بجميع أهلنا في الشرق وفي الغرب وفي الجنوب وفي ليبيا عامة. نبدأ حلقتنا على بركة الله، وحلقتنا كالمعتاد نبدوها بالرسائل. ورسالتنا الأولى: بعد ما تكاشفت الأمور ووضحت ومعش تحشم الدول المعتدية على ليبيا، وحاليا المشتركة في الاعتداء على العاصمة الحبيبة طرابلس، بعد ما أصفروا عن وجوههم الحقيقية وقعد يعني زي ما يقولوا شعير بوجه، هنا بيتغير الموضوع عندنا. وإن كنا نحن اللمح من بداية برنامجنا أن لابد للحكومة ولابد للنخبة ولابد للسياسة أن تتوازى مع همم الرجال اللي موجودة في التبات، الرجال اللي تقدم في أرواحها يوم بعد يوم، ورخيصة تقدم فيها من أجل الوطن. بعد ما تكاشفت بهذا الشكل، مفروض أن حتى حكومتنا يرتقي على المستوى متاعها، لكن إلى الآن حقيقة لم نسحب السفير من دولة الإمارات رسميا، وإن كان ما يتبعناش هو السفير بتاع الإمارات، لكن يبقى نحن اللي عندنا الشرعية،
وأيضا من السعودية وأيضا من مصر وأيضا من فرنسا، مفروض يكون في عندنا يعني موقف واضح من هذا العدوان، من هذا الاعتداء. يعني عيب يعني حقيقة، يعني أقل ما نقوله، خلوني نكتفي بهذه الكلمة، عيب يعني. عويلتنا قاعدين دمهم سايف في الجبهات، وإحنا ما زلنا نحافظوا على شعور المصرية ونحافظوا على شعور الإمارات وعلى فرنسا وعلى السعودية. كلام فاضي يعني، كلام فاضي، مش كلام ناس مسؤولة هذه، ولا ناس عندها انتماء بصراحة، ولا عندها حرقة، ولا عندها علاقة طيبة بالتريس اللي قاعد في الجبهات. يعني حتى العالم شنو يقول علينا اللي برا؟ العالم اللي فشل انه يدير اجتماع يدين فيه الاعتداء على ليبيا، يدين فيه العالم اللي المنافق اللي فشل انه يدير اجتماع ويسمي مجرم الحرب هذا يسميه باسمه ويقول ان هذا منقلب على الشرعية ويقود انقلاب عسكري لاستلام السلطة بالقوة. فشل هذا العالم المنافق. فإذا كان العالم هذا فشل، وإذا كان هذا العالم اشترك في العدوان على ليبيا ويعمل ليل نهار على إسقاط ثورة فبراير وعلى إرجاعنا لحكم العسكر وعلى النظام الدكتاتوري وعلى الطغيان وعلى الجبروت، بي حكومتنا في شديه. حكومتنا اللي عندها الشرعية من العالم وعندها شرعية من أبنائها اللي قاعدين يدافعوا. تصوروا يا حكومتنا أن أبنائكم اللي قاعدين في الجبهات لو صار ما صار وقالوا لا لا نحن حتى حكومتنا اصلا ما هيش معترفه بينا، خليها والله خرب وقلب على رؤوسهم. راهو قاعد جوا مجرم الحرب هذا وراكم يعني شو نقول لك؟ اللي حالته كويسه فيه كما راهو قاعد في الحوش، قايل له قاعد اقامه جبريه. اما الباقي يعلم الله سبحانه وتعالى شو يصير. فالموقف الصراحه يزعل يحزن. يعني ما شاء الله الابطال قاعدين يدقوا، نسور الجو قاعدين يقدموا في ارواحهم، يديروا في الشغل بسم الله ما شاء الله. يعني حاجة تخليك ترفع راسك بصراحة. ليش إحجام الحكومة هكي؟ إحجام الأجسام بصفة عامة. ليش ما نطالبوا بقطع العلاقات نحن؟ ليش ما نطالبوا بسحب السفراء؟ ليش ما تكونش عندنا جلسة مع بعضنا؟ دولة، برلمان، مجلس رئاسي، حكومة، كلها التلاقى مع بعضهم وتطبخوا، شوفوا البلاد وين ماشية. فذا حبيت نبدأ بها رسالة، رسالة مهمة جدا. الرسالة الثانية على السريع، وهو أهلنا في برقة، وإن كان قلت لكم الاسم هذا من كثر أفعالكم وكثر السلوك المشين أصبح مقزز هذا الاسم، كلمة برقة أصبحت مقززة عند الناس، جلنا ما حقوش منها إلا كل يعني سامحوني بكلمة إلا كل شر وكل خساسة وكل نذالة وكل بيع للوطن وكل بيع للذمة، ما حقوش إلا مقارنة بهذا الاسم، مع أن حاشا صلاحها وحاشا تريسها برقة وحاشا رجالها الأبطال الوطنيين الأحرار المجاهدين وعلى راسهم عمر مختار رحمة الله عليه. فأنا خاطب في أهل برقة نقول لهم ها شنو رأيكم بعد خشينا تو في الخمس سنوات، شنو رأيكم في الحالة اللي تو قاعد عندكم؟ شنو رايكم في الموضوع اللي راهنتوا عليه؟ انكم انتوا اعطيتوا ابنائكم للقضاء على الارهابيين وباش تتمتع بنغازي والمنطقه الشرقيه وتاخذ حقوقها وترفع راسها، باهي شنو صار توا؟ حقيقه يعني محتاجه موقف منكم، موقف رجولي بصراحه. موقف رجولي يقول يا ها ورانا ضعنا، رانا رحنا فيها مال ورقبة، رانا نحن متوقعين شيء ورسمنا شيء في روسنا، لكن الخبر اللي طلع قدامنا مش شور الموضوع بالكل، ورانا رحنا فيها مال ورقبة، ورانا انذلينا إذلال ما بعد إذلال. إذا كان مازال في شيوخ أو أصحاب حكمة أو أصحاب غيرية أو ناس فاهمة، مفروض يكون أقل شيء هذا الموقف، وتوقفوا نزيف الدم اللي ساير، وتوقفوا الخراب، وتوقفوا الإذلال اللي واضح إن ما لشي حد عندكم. كل يوم تنذلوا، كل يوم. وتوا في حلقتنا إن شاء الله حنحكوا لكم على الموضوع حضاهي، حلقتنا اللي هي عنوانها أمن بنغازي في ظل الكرامة، في ظل الكرامة، في ظل سيطرة الكرامة، نبوا نعرفوا مع بعضنا في هذه الحلقة الأمن وين وصل في بنغازي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح حالنا
وخلونا نتوكل على الله ونمشوا للحلقة وعطوني الفيديو الأول. وبالمناسبة الفيديو الأول حقيقة قمة في السخافة، سامحوني في الكلمة، يعني قمة في النذالة، قمة في يعني حط الوصاف وألقاب وتو تشوفوه، يعني خلاص وصلنا مرحلة عالية جدا من الانحطاط. خلونا نشوفوا مع بعضنا الفيديو ونرجع نعلق لكم عليه. تفضل يا شباب. انا خاطي هذا ما نبيش حد يسمعني. هو اكبر جتني ولا غيره. انا بنقول لك يا مشير، انا عندي ثلاث بنات وعيل واحد. العيل قاعد في طرابلس يحارب، ابوه 36 شهر بلا مرتب. يسرقوا فينا الكلاب يا مشير، يسرقوا فينا الكلاب. اطلهم وافتح عيونك، هذا مخاونه، كذابين، سراقين، ما عندهمش دين. الله يسترك، الله يسترك، تسمح فينا، الله يسترك. ما نبوا شيء اكثر من حقنا، مرتباتنا، دون مرتباتنا ما نبوا شيء. يعطونا اغاثه، نحن بتاعين، اعطونا مرتباتنا ونحن اللي نعطوك من اغاثه، نحن اللي نعطوك من اغاثه. والسلام عليكم. والله اتمنى اني كنت قاعد معاكم يا جمهورنا الكريم، يا اهلنا، اتمنى ان كنا قاعدين مع بعضنا باش نعلقوا على الفيديو هذا. لجني مهما حكيت ومهما حاولت نعلق عليه والله مش حيوصلكم المعنى والحسرة اللي حصلناها من هذا الفيديو. توا يعني خلاصة الموضوع كله، وعشرين ألف قتيل من برقة، عشرين ألف قتيل من برقة، وآلاف جرحى ومبتورين، ودمار مدن 40% إن كان مش أكثر. وبعدها تختم مشكلتنا في المرتب بس؟ معقولة يعني ننزلوا لهالمرحلة نحن؟ وبعدين المرتب هذا قبل ما يجيك المشير ولا بعد ما جاك المشير نعرسك يطير؟ المرتب اللي انقطع عليك هذا انقطع قبل المشير ولا بعد المشير؟ من خلال التاريخ بتاعك قلت 36 شهر، يعني ثلاث سنوات. ثلاث سنوات معناها من جهة المشير، المشير اللي تو تستغيث به. والله خطرت علينا الجاهلية الأولى، حطوا في الأصنام قدامهم ويقعد يخاطب فيه والعياذ بالله كأنه يخاطب في رب العالمين، صورة قاعدة قدامه ويخاطب فيها، ويا سيدي فلان دير لي ودير لي ودير لي ودير لي ونجح لي ولدي ومرتبي له سنين رايح. يعني انت المرتب متاعك انقطع من هذا الصورة اللي قدامك، بهذا النحس وهذا الشؤم اللي جاك راح مرتبك. الا في السنة متاع فبراير حصلت زيادة ما حلمتش بها في عمرك اللي قعدتها مع القذافي كله، وتبعبعت الدنيا عندك. الأمر الآخر تخاطب في صورة يا راجل، أي إذلال رضيت نفسك وأي انحطاط وصلت له يا عرب برقة، يا عرب برقة، أي مرحلة وصلت لها؟ تودوا أولادكم وأرزاقكم وبلدانكم وتاريخكم وثورتكم على سبة مرتبات يا راجل؟ مرتبات انقطع عليكم خلاص، معقول الكلام هذا؟ وبعدين ولدك اللي دازه، انت دازه قبل قطع المرتبات ولا بعد قطع المرتبات؟ بالتاكيد بعد قطع المرتبات. اي اذلال، مرتبك مقطوع، ما عندكش ما تاكل وتدز في ولدك اخرى. لكن انا اقول لك الهم اللي انت قاعد فيه جبته انت روحك، وهذا انتقام من رب العالمين، انتقام من رب. ولدك تدزه في حرب خاسره، ظلم واعتداء على مسلمين وعلى آمنين وعلى عاصمتنا، ومع ذلك حتى مرتب ما عندك. يعني إذلال غاية في الانحطاط وغاية في السخف بصراحة. إنسان يقعد يخاطب في صورة، لكن بنقول ما نبيش نعمم، لكن يبدو أن الأمة العربية قريبة من هذا التيه وهذا الضلال. مش داروا صورة غادي في السعودية يعيدوا عليه للملك سلمان؟ مش داروا له صورة حتى هو مجسم كيف هذا، ويختموا ويسلموا عليه ولا يقولوا له كل سنة وانت طيب؟ هي تو تعاودت عندنا أخرى. لكن نحن بعد ثورة بصراحة، بعد ثورة أطاحت بمعمر القذافي جرثومة العصر، يظهر هذا المشهد. والله لو صار قبل الثورة ممكن نستوعبوه المشهد هذا،
لجلنا كان طغيان وجبروت وذل. لكن بعد ثورة فبراير، بعد من علينا الله سبحانه وتعالى بهذه الثورة المباركة، نقعدوا نستغيثوا بصور. يا راجل معقول الكلام هذا؟ والله بودي ان الحلقة كلها نحكي عليه الفيديو هذا. الله لجلنا هذا صميم، صميم الذل اللي قاعدين فيه انتو. لكن الله غالب، يصلح الله الحال ان شاء الله. اعطوني الفيديو شو. الله يكسرك، ارفع راسك فوق، انت اللي في حرب، تاريخك معروف وما شفت القاسم حفتر. بطل الصديد، البطل القائد اللي هو السيد المشير خليفة بالقاسم حفتر. أيك 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 يا الله يا الله يا الله يا الله. مستر حفتر واللي معاه، يا الله يا الله. مستر حفتر واللي معاه، يا الله يا الله. مستر حفتر واللي معاه، هذا اخوتنا اللي في الغرب، هداهم ربي وهديهم الله سبحانه وتعالى. ولقد أعذر من ظن من أنذر، كانوا يريدوا خير معانا والله ما قادرين شيء، ما يريدوه والله قربهم علينا. يوم مبروك اللي عرف ما تراهاش فيها، لا بدها مصطلح ما تراهوش مصطلح، ونحن فولا. واذا رسلوا كتب على انفسهم، الحمد لله بارقى خير بيهم وبلاهم، ما دوروا فيهم. نحن معك، لو دخلت هذا البحر سندق ومحبك. ان شاء الله ان شاء الله تدخل معاه حتى البحر، ان شاء الله تدخل والعياذ بالله، ان شاء الله تدخل معاه. يعني شوف، انا جبت لكم الفيديو هذا بالان باش نربط لكم بالاولي هذا اللي يستغيث في الصوره. شوف نحن كيف نصنعه في الطغاة، كيف نصنعه في الظالمين. شو اللي دار مجرم الحرب هذا؟ شو اللي دار باش نحن نمجدوه؟ شو اللي دار باش والعياذ بالله نقلهوه؟ شو اللي دار باش نقولوا له انت هو اللي هناك؟ اللي دار انه قتل عيالكم ودمر عيالكم ودمر بلادكم ودمر وطنكم وودى رزقكم، هذا اللي داره. ومع ذلك قاعدين تصفقوا، وتاريخك معروف، وانت خليفك حفتر وباتك مش عارف شنو. قصة قديمة جديدة يبدو انها ستبقى الى يوم الدين، ما لم يرحم الله سبحانه وتعالى وتنقشع هذه الوجوه بصراحة، وهذا الذل وهذا السخط بصراحة. إذلال إنسان كيفك كيفة، تصبي قدامه يا راجل، تصبي قدامه وتقعد تتذلل له. يعني خلاصة الكرامة متاعكم، وخلاصة محاربتكم للإرهاب، وخلاصة حق برقة، وخلاصة محاربة المركزية، وخلاصة نبو نحط الراجل الزين، وخلاصة إن القبيلة هي اللي تحكم، تختم لكم بهذا الشكل. تقعدوا تمجدوا في واحد يذبح فيكم في الليل وفي النهار، وما يقدر راجل منكم يرفع راسه. وارفع راسك فوق، انت ليبي حر. ليش يا اخي ليش؟ انت انسان كرمك رب العالمين، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا، هذا قالها سيدنا عمر. لقد كرمنا بني ادم رب العالمين، قالها. مش خلاك تتذلل لإنسان، ويا ريت إنسان سوي، يا ريت إنسان مسقم، لكن العياذ بالله إنسان حارمك حتى من مرتب. أو اللي قبلك قاعد يحب في الصورة ويتكلم على الصورة إنه هو حارمه من مرتب 36 شهر، رزق أولادك مش منزل لك 36 شهر، ومع ذلك تدزل في ولدك أخرى. بصراحة أنا أراه والله هذه التصرفات بعكس التحليلات، أنا أراها انتقام من الله سبحانه وتعالى. هذا الإذلال انتقام من برقة، لجنها دارت فعل ودارت سلوك لا يرضاه الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى ينتقم منكم ما لم ترجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. يصلح الله حالنا إن شاء الله. أعطوني حتى هي صورة، حتى هي صورة من صور الإذلال. آه شوفوها، تفضلوا. هي أريتوا الكرامة متاعكم؟ أريتوا الكرامة اللي طردتوا بها خيرة رجال برقة، اللي قتلتوا بها رجال خيرة رجال برقة؟ بالله عليكم أريتوا الإذلال هذا؟ خذوه هذا، دير روحه رئيس مكافحة الإرهاب، وقصة منها طويلة.
ويحبس ويطلق ويعذب ويدير وحول من طريقه ورجل عقوري في وطنه ما شاء الله بصراحه. واذا به العقوري اللي في وطنه مسكيننا معوذنا وحاطيننا في السجن لمده 3 ايام وبعد الله اعلم عاد شنو صار في السجن حد. وطلع وقالوا له حط صوره حفتر فوق المكتب واياك ترفع خشمك ولا تتكلم. اصلا كانوا دايرين اجتماع ويحذروا في حفتر يقولوا له رد بالك من ثوره العواقير. تاين عواقير؟ والله ما في، خلك ما تدوى الزايده. بالله عليكم انا بنقول لكم حاجه وصعب انكم تقولوها لي، لكن جاوبوا بها ارواحكم. بالله عليكم لو كان وسام رحمه الله عليه، رحمه الله عليه، وبوكا وجلال مخزوم، مصطفى بن دردف، حسين الفيتوري، سمي ما شئت الابطال هذيم الاعلام، لو كانوا موجودين في برقه كان يصير لكم الاذلال هذا؟ والله ما يقدر كلب يصبي قدامكم لو كان قاعدين التريس هذيما الرجال. لكن الله غالب، لعبتوا على اسودكم انتوا، قتلتوا اسودكم فتوا يلعبوا بكم الكلاب. انتوا لعبتوا على اسودكم، على تريسكم، على رجالتكم، على نوار برقه، لعبتوا عليها ودرتوهم. اللي قتلتوه قتلتوه، واللي شوهتوه، واللي هجرتوه، واللي حبستوه هنين مات، ما عقبتوا حد. وتو قاعدين يذلوا فيكم بالواحد. ليش؟ لأنكم مشيتوا غلط مع رب العالمين، لذلك ينتقم الله منكم. هذا وين مرفوع هذا؟ هذا خشمه في السماء، يحبس ويطلق ويحقق وكذا، وعقوري قاعد في وطنه، وتو كيف صار يا عقوري قاعد في وطنك؟ حاط صورة حفتر الغرباوي، حاطها على مكتبك. حاطه على مكتبك كيف ما طلع ولد عمك بولغيب ويعتذر اعتذار رسمي، يعتذر العقوري للفرجاني. خلونا عاد ندو اشكر ميدان زي ما المنطق اللي انتم تدو بيه ندوي لكم بيه توا. وين عاد العقوري؟ وين هالبرقه؟ ونحن هلها وترابها حامي واضرب خلص. طلع كله كلام فاضي، كله كلام فاضي. معزقين، معزقين في الشوارع جثث اللي تكلم منكم ها؟ وما زال والله يذلكم الله سبحانه وتعالى، والله ما لم ترجعوا الى الله وتصدقوا في التوبه الى الله وتعتذروا لاهالي بنغازي اللي قتلتوهم واللي هجرتوهم، والله ان يذلكم الله سبحانه وتعالى في الدنيا قبل الاخره. يصلح الله حالنا ان شاء الله. تفضل يا شباب اعطوني الفيديو. فرنسا قامت بعمل جيد وهو دعمنا، بس مش دعمنا بس، ولكن كانت من أولى الدول التي وقفت إلى جانبنا وساعدتنا حقيقة، وقفة يعني لم تقفها الدول الأخرى، فكانت تزودنا بالمعلومات وتزودنا أيضا باستطلاع وخبراء قادرين على أن يفهموا في مجال الأمن ومجال الاستطلاع بضحكة كثيرة جدا. أيضا ضحوا بثلاثة من أبنائهم، ضحوا من أبنائهم في رحلة استطلاعية، سقطت الطائرة وكان ضحية ثلاثة. تأسفت كثيرا وعبرنا عن هذا وقتها. وأيضا الحكومة الفرنسية لم تقف عند هذا ولكنها أرسلت لنا بديل يعني سريعا، وهذا طبعا محفوظ هذا العمل الرائع لهم، ولكن كانت كل المساعدات يعني هي معلومات استطلاعية ومعلومات أمنية، وقد استفدنا كثير من هذه المعلومات، وأيضا شكرنا لن يكون له حدود، وهذا محفوظ بفرنسا، وموقف التاريخي سيحفظ الشعب الليبي، ومن يحفظ له الشعب حقه في الذاكرة فلن ينسى أبدا. فنحن إن شاء الله نكون حافظين لهذا الحق. إيش رأيكم يا عرب برقة؟ أول مرة مخرج كم مازال عندي وقتنا؟ طيب يصلح الله حالنا إن شاء الله. إيش رأيكم في عد الشعير بوجه هذا؟ من اللي طلع عميل على توه؟ ومن اللي بيحفظ لفرنسا حقها؟ مو قال الشعب الليبي يحفظ لفرنسا حقها بصراحه، وهذا جميل على الشعب الليبي. لا والله الشعب الليبي بريء منا، والله ما درت انت اللي تبي الكرسي انت، والله ما درت اللي تبي تضرب ثورتنا انت،
والله ما درت الا تبي تذبح عويلتنا وتبي تربع انت على الكرسي الجثث اللي قاعده انت تبي تربع عليهم. لذلك استعنت بكل مجرم استعنت به باش يساعدوك على السيطره على ليبيا. ما تحطها عند الليبيين. وخلوني تو نطلع فاصل ورد عندي كلام في هالفيديو هذا. يصلح الله حالنا. هل تربطك بالأكاديمية الإماراتية الدبلوماسية أي علاقة؟ لقد أقمت فيها محاضرة كما أقمت محاضرات في قطر وفي تركيا وفي المغرب وفي مصر وفي كل دولة عربية. هل تعمل لديها مستشارة؟ دولة عربية لم أحاضر فيها. هل أنت مستشار لدى هذه الأكاديمية؟ طيب. أبدا. نفى غسان سلامة أنه مستشار لدى الأكاديمية لأنه بعد أن نشرنا مذكرة الشكوى قامت الأكاديمية بحذف الصفحة التي يوجد فيها اسم غسان سلامة من موقعها تماما. فظن غسان سلامة أنه قد نجح في إخفاء أثره وعلاقته مع الأكاديمية وظهر في الإذاعة وأنكر بكل إصرار أنه كان مستشارا لدى الأكاديمية. نسي غسان سلامة أن هناك موقعاً حكومياً رسمياً إماراتياً لا يزال حتى اليوم يذكر بالتحديد أن غسان سلامة مستشار لدى الأكاديمية. غسان سلامة كان له علاقات وثيقة بمصارف في الإمارات تدعم نشاطاته التي يقول أنها خيرية. غسان سلامة كان قد تحصل على جوائز عديدة من هيئات ومنظمات إماراتية لأسباب عديدة. وكان دائما يخرج على الإعلام ويقول كيف أنه يكن للإمارات مكان خاص في قلبه ومعزة خاصة. يعمل غسان سلامة كذلك كمستشار في معاهد أخرى لها علاقة بالإمارات ومنها المعهد العالمي للسلام الذي كذلك حذف اسم غسان سلامة من موقعه بعد أن اتصلت بهذا المعهد وتساءلت عن طبيعة العلاقة بينهما. يتمتع بعلاقات وثيقة مع الطبقة الحاكمة في دولة الإمارات. شفتوا مجرم الحرب هذا كيف يعترف ويتكلم؟ بل يراه يعني نوع من الجميل اللي دارت له فرنسا وقال حتى ضحت بجنودها وبأبنائها. أبناء اللي قتلوهم عويلتكم قتلوهم في المقرون غادي الثلاثة اللي فجروا بيهم الطيارة هذه الفرنسيس وأخرت اللي طلعوا يجاروا من غريان هنا لزوهم حتى هم عويلتكم عويلة ليبيا. فشوفوا الفرق وحدين يلزوا في الفرنسيس ووحدين يجدوا فيهم يقولوا لهم تعالوا بلك تديروا لنا راي خلونا نحكم هالبلاد. البلاد هذه زط فيها معمر 40 سنه ما نزيطوش فيها حتى نحن 40 سنه معمر وخير منا. هذا راهو المنطق بتاعهم. لا منطق ارهاب ولا منطق حقوق برقه ولا منطق الاقليات ولا من لا لا الكلام كله فاضي. كلام ضحك عليكم يا عرب برقه نضحك عليكم ضحكه تاريخيه. والله ضحكه بشهودها. ضحكة قدمتوا فيها خيرة ابنائكم وأموالكم وأرزاقكم وبعد ختمتكم تكلموا في الصور في الشوارع مرتبات يتكلم في صورة يا هو يتكلم في صورة اللي هي 36 شهر ما قعدت من غير مرتب. أرى أنا ما عندي ثقة في حد إلا فيك أنت يا المشير. أراهم كلهم خونة تمانهم من خونة تموّنتوا معناها اللي جابوه هو أنتوا معناها انتوا اللي خونة معناها انت واحد من خونة انت بروحك واحد من خونة. ها ما مش انتوا اللي دعمتوه مش انتوا اللي ايدتوه وجاب لكم الفتلوكة هذه والكذبة صدقتوه انتوا وعطيتوه عيالكم وكذا بعد اختمت لكم حتى مرتب ما عندكم. يبقى من اللي دف الكبوة للآخر ومن اللي طلع خاين هو انتوا. يعلم الله سبحانه وتعالى انكم لبستوها لبسة يا عرب برقة أو اللي يتكلم بهذا المنطق يعني سامحوني باش ما نظلمش الناس. اللي يتكلم بهذا المنطق وبرقة ما برقة تتذكروا مصنع الصابون ساعتها
اللي ثورتنا ما زالت لها 3 شهور بالكثير. طلعت لنا الغناوة الفاشلة الغناوة المشؤومة هذه، طلعت لنا في مصنع الصابون غادي وبدوا عاد يفتلكوا ونحن هالبرقة ونحن كذا اضرب خلص. والناس اللي تفهم لما جت شافت المشهد في مصنع الصابون قالت لا هذه مش اجتماع برقة، هذا اجتماع عواقير. وفعلا العواقير كان عندهم يعني احساس بالفوقية، ايوه بالفوقية، يشعروا انهم هم العرب الرقم واحد في 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 برقة، بحكم ان هذه برقة لنا وبحكم نحن اسيادها ونحن كذا ونحن كذا. شوف اسيادها وين طبوا؟ طبوا معوذانهم. اللي ما خذاه وجه امسكها معوذنا. اللي ها فجروه تفجير. اللواطي وين؟ عرب برقة اللواطي وين؟ باهي المغربي لطيوش وين رايح هذا توه؟ حتى هذا من اللي غنوا ببرقة ودار لنا مكتب غادي في راسنا لوفو وجذران وقصة سوداء، قصة سوداء. بعد نجح ثورتنا تكالبوا عليها كلهم طماعين متعين رشاوي، ما يبوش لا دولة ولا مؤسسات، لا أطماع، بس أطماع وعفن في عفن. لكن الله سبحانه وتعالى على كرسي العدل وميزان عدل، والله ينتقم منكم واحد واحد، إنكم سببتوا في كارثة مصيبة سببتوا فيها. يصلح الله حالنا إن شاء الله. أعطونا فيديو يا شباب. من قال على الأقل من جانب النواب الرافضين لعمليات الجيش في طرابلس قالوا بأن ما هذه المبادرة المصرية إلا يعني من باب يعني هم ربطوها بالعمليات العسكرية في طرابلس وأخذها كل هذا الوقت، وقالوا بأن هذه المبادرة في هذا التوقيت بعد مرور أكثر من 100 يوم على العمليات العسكرية في طرابلس ما هي إلا محاولة مصرية ل يعني إما حفظ ما وجه الجيش اللي لم يستطع حتى هذه اللحظة إتمام مهمته العسكرية. هم يعلمون جيدا حرب الجيش وماذا فعل الجيش وكيف يشتغل الجيش ومهنية الجيش، ويعلمون أنهم هم الآن في 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 حرج، هم الآن في مأزق شديد، هم الذين يطلبون الآن من الدول التدخل لطفع عملية الجيش، هم الذين دفعوا الأموال لبعض الدول من أجل صدور قرار من مجلس الأمن. ولا أستغرب أن هذا البيان الذي صدر اليوم من بعض الدول أنهم سعوا لله في المال ودفعوا الأموال الليبية لكي يصدر مثل هذا البيان. هم يعلمون أن الجيش يتقدم كل يوم. طبعا المحللين لكيف هذيما أنا نحكي لروحي نسمي فيه محللين دماء الليبيين، هذيما اللي مسببين في كارثة أولادكم، هل يطلعوا اللي كيف هذا يحلل لك في صورة مش موجودة في العالم، صورة الشياطين اللي برا قالوا لا المعركة هذه معركة خاسرة، خلونا ندوروا فتلوكة أخرى ونحفظوا ما وجه مجرم الحرب هذا، ها هو نحافظوا عليه بلكن نستعملوه في تركينة أخرى ولا نحصلوا له دور أخرى يديرها. وهذا مصر على ان التكتيك بتاع الجيش والجيش تكتيك في ايش يا راجل؟ تكتيك شنو يا همي؟ التكتيك في تسليم ارواحهم، التكتيك في الجثث اللي يلقوا فيه 24 ساعه، نقصد اللي في الجبهه. اي تكتيك يا راجل؟ اي تكتيك وانتم تغطوا على الكف اللي حصلتوه في غليان؟ كف حصلتوه في غليان تغطوا عليه بقدر الامكان. فقال لك الاجتماع اللي في مصر وحكينا عليه نحن الحلقه الماضيه، ان قلنا برلمان كامل يعدي يجتمع في دوله معاديه، اعطيني عقلك حاجه، شي بيطلع بثمره هذا؟ شي بيطلع بثمره؟ اكيد بيطلع بحاجه في صالح الدوله المعتديه، هي اللي مستضيفه برلمان شرعي بتاع دوله استضافتها دوله اخرى. باش يحكي على حاجه تمشي حالهم شويه. لكن النوعيه اللي كيف هذا اللي خلطوا في المواضيع هذه ما اللي ودروكم وتسمعوا لهم. لكن المفروض تقعدوا انتوا على كراسي عقلكم كان مازال فيكم عقل. وحسبوها ورقه وقلم يا جماعه. انتوا جايين على 500، على افتراض ال 500 قاتلين تم ثوره فبراير، على افتراض
رغم أن هي نحن برياء منها كبراءة الدم من كبراءة الذئب من دم يوسف والله، لكن اعتبروهن عندنا. بهي توه شن صار؟ توه ودرتوا 20,000، لو كان قعدتوا على 500 لو لفت خير الكم. توه قصرتوا حتى على القوت انتوا الكم 36 شهر ما سلكتوا، واللي يسلك منكم يعدي ياخذ في الشكاير حديد يجيب معاه في برويطه ولا كياس ولا خوذ فلوس، خوذ ولا روح، ما فيش. تقول هيك تبي تنفخوا يمسكوكم على اذنك وتاخذ فلقة ينتبل والله اعلم شي يصيرخها، وبعدها تطلع كيف الرجل الطيب. وانا نعتذر واللهم صلي وسلم على سيدنا معمر، تطلع تقول هيك انت بعد يمسكوك ويقرصوك، تطلع تقول هيك مش تعرف المرحله اللي وصلت لها انت. بالله عليك كم واضح كم في بنغازي توا، ما يخلي كم شو تقولوا يا هو وين ماشيين نحن؟ خيرة الأبناء اللي ما زالوا متبقيين، رجال 70 سنة و60 سنة و50 سنة، تجار وناس نظاف وناس مشهود لهم بالصلاح، يلقوهم مرميين. لكن هذي ما تو نوريك من الصور بتاعتهم وتشوفوا، وتو نحكوا عليه الموضوع ويصلح الله حالنا إن شاء الله. تفضل يا شيخ. احنا عندنا طاعة ولي الأمر. نعم. طاعة ولي الأمر عندنا خير. يعني. عندنا خير من السلاح الثقيل. صحيح. تو الشباب اللي قالته في المحاور. هذول الشباب اللي قالوا الزم بيتك. نعم. اللي قالوا الزم بيتك ما قالوها خوفا على البلاد وعلى بيصير خطف، وقلنا لهم بيصير خطف، مش علم غيب. هذا السلف عندنا سلف صالح، عندنا ثوابت نغيرش، ما نتلونش. نعم. نقعدوا كيف ما كنا مع معمر وقبل معمر وبعد معمر. عندنا ولاة الأمور خط أحمر. اللي يقولوا لنا الطاعة في المعروف نطيعوهم. اللي يقولوا اللي قالوا تو اللي قالوا الزم بيتك، كل ما انت في المحاور عندهم السلاح الثقيل والسيارات المصفحة والأموال والرجال والعتاد، لكن عندهم طاعة ولي الأمر. وهذين يقاتلوا. قالوا نحن أول ما نتخلصوا من الخوارج وقريب إن شاء الله. بإذن الله. قالوا نسلموا أصلحتنا لولاة أمورنا. اللي بينضم الشباب يتفضل. أيوه. عقيلة صالح حفظه الله. وجماعة البرلمان والتني والمشير حفظ سماحة الوالد حفظه الله، وسماحة الوالد عبد الرزاق الناظوري حفظه الله، وكل الحجز وخمادة أفندي محمود فضل أظيم، أي واحد منهم يقول لنا سلموا سلموا. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا بنقول حاجة وسمحوني فيها، يعني اللي مش عارف الزنديق هو هذا زنديق، معلش يعني خذوه من يث. اللي مش عارف حاجة اسمها زنديق هو هذا، واي واحد تحقه قارن كلامه بكلام هذا، اذا كان كلامه نفس هذا راهو حتى هو زنديق كيفه. قال احنا عندنا طاعه ولي الامر افضل من سلاح ثقيل، ونحن ما نتلونوش. قال نحن على عهدنا من يومنا نموتوا في الطغاة، نركعوا لهم الطغاة والعياذ بالله، نحبوا على كرعيهم. الراجل اللي يقول على سماحه الوالد مجرم الحرب ومحمود فضل، ما محمود فضل هو طبعا في جزء منهم ماتوا، راه والكلام هذا لا قريب سنتين قايله، راه وقريب يفتك من الخوارج. وتو تشوفوه هذا بروحه الزنديق هذا، تو تشوفوه تلقوه معزوق في شي تركينه هذا، لان خلاص الورقه بتاعهم ذابت، يعني استعملهم بما فيه الكفايه، وتو حيقول له مك بكارشو ويقعدوا ان شاء الله يقعدوا عبره لغيرهم. لكن مشكلتنا ما نعتبروش نحن، لو كان يعتبر هذا بروحه والله ما وصل لهذه الحالة. لكن طمس ما رب العالمين وإذلال وطغيان، هذا من اللي شاركوا حتى ما في عيالكم وودروكم هذا، لما طلع لكم بلحيته هكي ويتكلم بالدين وطاعة ولي الأمر واضرب خلص وكذا وسماحة الوالد الناظوري. انت راك أكبر منا، انت أكبر من ناظوري راه، كان بالعمر الحكاية. لكن نسأل الله سبحانه وتعالى انه يلطف بينا بصراحه، والله الشرر متاعكم تأذت به البلاد كلها، المصيبه اجمعت، الكارثه عمت، الطامه عمت من امثال هؤلاء ومن الكلام متاعهم ومن التصريح متاعهم والضحك على الناس والتضليل للناس. يعني عساكر سوسه دايرهم ولاة امر صياع سلوكيات منحرفه، وإذا بهم ديرهم ولي أمر وطاعة ولي الأمر، وطاعة ولي الأمر أفضل من سلاح الثقيل. الله يعطيك ثقيل على رأسك، يصلح الله الحال.
اعطونا الفيديو. تقول لي جيش لما يجي واحد ينكل بي اسير يشد اسير اسير تنكل بي وتقتل اي جيش يا هذا اي جيش في العالم يشد ينكل باسير ويحرق جثه. الانتهاكات هذه موجوده يعني. انت ليش مستغرب؟ هذه حرب. انت ليش مستغرب انه ما يكونش فيه انتهاكات؟ انت كيف انت كيف تتكلم على حرب وما تتكلمش يعني على انتهاكات وقتل؟ تبرر في لا هذا مش تبرير. لا 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 لحظه يا سيدي الكريم الله يخليك يا اخوي. لا حتى لا تقولني ما لم اقل. انت يا سيدي الله يخليك لحظه بس امهات الاسرى اللي اسمعني غير اسمعني بس لحظه يا سيدي الكريم يا سيدي لو سمحتني لو سمحت لي لحظه تفضل تفضل. لا تقولني ما لم اقل. انا مش مبرر. أنا قاعد نتكلم عن تبعات حرب. قلت ليش هذه حرب؟ لحظة بس غير لحظة لما نشدوا نكت العاجل. جيب يعني لي حرب. جيب لي حرب في التاريخ يا راجل. الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول كانك أنت مؤمن وتؤمن بالله. الرسول سد كفار كفار قريش. طيب. كفار قريش قال يا راجل قال لهم نحن لا نقيد الأسرى يعني. إيه ولكن يعني الانتهاكات حصلت. شنو هو المبدأ؟ الانتهاكات يعني شنو هو المبدأ اللي بينهم؟ قال اللهم إني أبرأ إليك ولا في كفار ودفع الجزية غير ودفع الفدية عفوا. يعني الانتهاكات حصلت حتى جيش الرسول اللي حضرتك تكلمت عليه. وارجع لكتب الصحاح وارجع لكتب الصحاح حتجد انه في انتهاكات في حروب. بس هذا مش معرض حديثي. يعني أي انتهاكات تتكلم لا على امور منهجية. اتخلى في نفسك يا اخوي. اي 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 انتهاكات حصلت لعهد الرسول هذه نفسك يا اخوي. هذه نوع اعطيني انتهاك واحد بس. سمي انتهاك واحد نتحداك على الهواء مباشرة. هذه نوعدك نحكي انا وياك فيها تحت الهواء مباشرة. يعلم الله الناس هذه ما نوصلوا مرحلة كبيرة. تو يشبه في العصابات هذه المجرمة اللي الصياع اللي دايخين اللي فطرين في رمضان اللي يفعلوا الأفاعيل يشبه فيهم بجيش الرسول عليه السلام. حتى جيش الرسول صار فيه انتهاكات قال له. وبعد قال له لا أنا مش معنى ذلك أني يعني نبرر فيهم. ما لش تقول عليش تستدل بيهم؟ عليش تستدل بجيش الرسول عليه السلام وحدث فيه انتهاكات؟ شنو هن الانتهاكات اللي صارن؟ لكن شاهد في الحديث انك انت تشبه لي في المعركه هذيك بالمعركه هذه بتاع طرابلس. التعذيب والجثث اللي والناس اللي علقوهم في السيارات وكذا هذا كله حدث حتى هو ايام الرسول عليه الصلاه والسلام في الجيش بتاع الانتهاكات. لذلك هي حرب يعني ما تحاولش تمسك في الموضوع بالحيل. راهو هذه حرب والحرب هذه يجوز ما لا يجوز في غيرها. شوف بالله عليك من الكلام هذا واللي قبله هذا نفس الطينه. هذا يروح شيخ هذا اللي قبله هذا نفس الطينه. حتى ولايه الامر هذيما طاعه ابو خماده وطاعه المشير نعم راسه يطير وطاعه النظوري افضل مسلح ثقيل قال لك ومحمود فضل. وخذ لك من هالقصص يعني نماذج ونبوش نذكر وحدين ماتوا عندك كم استغفر الله يا ربي شو نقولوا عليهم. هذه ما كلهم ولاة أمر عندهم. وهذا جاي يقول لك والله حتى جيش الرسول عليه الصلاة والسلام صار فيه انتهاكات. يا عساكر سوسة يا عساكر سوسة وين تبوا تمشوا من ربي؟ ودرتوا البلاد ودرتوا الناس ودرتوا العويلة اللي مفروض قاعدين يقرأوا في الجامعات واللي قاعدين يتاجروا واللي قاعدين يسافروا واللي قاعدين يتعلموا واللي قاعد ضيحتوها البلاد. ضيحتوها البلاد ووصلتوهم مرحلة من الإذلال والانحطاط. خليتوا الناس يكلموا في الصور يا جماعة. يا جماعة وين ماشيين انتوا؟ بالله عليكم يا أهلنا كان مازال فيكم قرم عقل. أوعوا أوعوا راكم ضعتوا وضيعتوا البلاد وضيعتونا وراكم. خلينا نشوفوا الانتهاكات تو اللي يحكي عليه الأستاذ ظاهر اللي قال حتى أيام الرسول عليه الصلاة والسلام حدثت انتهاكات. خلينا نشوفوا الانتهاكات بتاعهم اللي شبه فيهن. أعطونا كذا هاي سيدي. ها هذين الجثث طبعا آخر صيحة هذه آخر طرحة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهم ويرحمهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم في الفردوس الأعلى يا رب. هذه آخر طرحة في بنغازي. آخر خمس جثث لقوهن مرميات. تفضلوا. هذا الملازم العرفي هذا ملازم اسمه ابراهيم العرفي. هذا ملازم في الشرطة ظني ملازم اول ولا نقيب ولا شنو القصة الله اعلم. والغريب يا اخي باهي امسكوا يا ناس امسكوا وحكموا بالاعدام يا سيدي. انت من اللي بيقول لكم لا انتوا؟ من بيقول لكم لا انتوا؟ تمسكوا وبعدها نلقوه مرمي يا راجل. شنو هالاجرام هذا؟ لكن هو انا نقول لكم
هو زي ما تقول كل ما يشعر ان هو القبضة الأمنية متاعته بدأت تخف والناس بدأت تتمرد عليه يزيد ينكل أخها من جديد ويزيد يبالغ في الإجرام. بشرى ما عندي الكم يا عرب بنغازي ولا عرب برقة، ما عندي الكم لك، يا طيعوني يا تلقى روحكم في الشوارع، يا طيعوني يا تلقى روحكم في الشوارع. فالأفضل لك، الأفضل لك اللي ما يقدرش يتكلم بالحق رد بالك يتكلم بالباطل، رد بالك تقعد تمذرح وتحلل في دماء المسلمين، رد بالك تشارك في قتل، أريد بالله المنظر. هذه هي بنغازي الأمن والأمان، هذه بنغازي اللي طلعتوا عليها ساعتها جمعة إنقاذ بنغازي، تبوا تنقذوها، تبوا تنقذوها وخليتوها بهذا الشكل. تفضل مرمي في الشارع عادي قاعد عندنا حشاكم، يعني كأنه كلب ضربته سيارة ولا قطوس ولا كذا، عادي نوضه في الصبح يلقاه في الشارع ولا يلقاه في المقبرة ولا جنب المقبرة ولا، يعني إجرام ومرحلة ومستوى وصلت لبنغازي، مرحلة وإجرام وصلت لبنغازي غريب جدا. ومع ذلك يجيك صعلوك من الصعاليك يقول لك لا والله الامور توا بصراحه ما شاء الله، والله والله الامور متريحه وكذا. واحد من الابواق اللي مشتركه في تضليل اهلنا ومضيعين اهلنا ومودرينهم هو البوق هذا اللي تونا بنجيبه لكم. معلش سامحوني ان ناذيكم شويه بالمنظر، لكن معلش تبوا تحملوا، اعطوني الفيديو. الامر الاخر فيما يخص السياسه وهالنواب وهالكذا، اليوم حتى في بعض النواب لبوهم يدخلوا معنا هذه قناه الحكومه وكذا، في اللي كذا ما نبيش نقول اسمع قفل تليفونه، وفي اللي قال لنا انتم ما تعرفوش تحاوروا كذا، يبي سي ان ان ويبي كذا ويبي، وهو مش قادر يفكنا على ضريبه دمغه عند المصري. لكن لا سياسه، المشهد الامني بامتياز بعد ما يسيطر الجيش على طرابلس انهى كلام اخر. لكن الكلام هذا متاع نواب ومتاع كذا ومتاع مؤتمر وطني قديم ومتاع واحد متاع مجلس استقالي وواحد متاع سياسه كذا وواحد جايني من برا وواحد ليبريالي وواحد علماني وواحد اسلامي وواحد، هذا كله كلام كله وين يا ربيع؟ بعد طرابلس؟ في السياسه بعد طرابلس الكحلي. ما علينا يا سيدي، هاي خلينا نمشي البنغازي. سنتحدث اليوم على موضوع الجامعه اللي تحدثنا عليه ليلة البارح، لكن قبل هيك عندنا شيئين. أولا حالة الأمن فيها، رأيت الدولة اللي يبشروا فيكم بها هي الدولة الأولى، هذه دولة معمر هي يبشروا فيكم بها تبشيرة، شنو هي سياسة وهي برلمان وهي ونائب وكذا، واحد كان برا واحد كان جو، واختلاف آراء والديمقراطية، لا ما فيش كلام هذا، في عسكري، في عسكري يعفس عليكم بالكندرة وتحقوا في الملامح متاعها، توه تحقوا في الجثث كيف مرمية في الشوارع. وهالأبواق هذه تسوق لهذا المشروع، بعد ما يدخل الجيش لطرابلس خلاص انتهى الموضوع. كيف ما دخل الجيش العصابة متاعك، كيف ما دخلت بنغازي وقاعدة بنغازي يصلح وقاعدين يعلقوا في خطوط المية في شارع عمر بن العاص والمدينة القديمة ودرنا كذلك، يبوا يخشوا طرابلس. يعني التجربة اللي صارت في بنغازي، التحرير اللي صار في بنغازي، التقدم اللي صار في بنغازي، حرية الرأي والديمقراطية والانتخابات اللي صار في بنغازي، يبوا ينقلوه لطرابلس. قال الكم عربية هذا، حط الكم عربية، كيف يوم انت حتى وجبت الكم البوق الآخر المصراتي؟ قال شنو الديمقراطية؟ لا ما نعرفوش، لا ديمقراطية لا اختلاف آراء لا شيء، نحن نموت في حاجة اسمها عسكر، نموت في من يذلنا. الإذلال اللي ذلنا هذا هو ربنا والعياذ بالله، غير هيك ما نقتنعوش بحد. نسأل الله سبحانه وتعالى يكفينا شركم إن شاء الله ويجعل كيدكم في نحركم، وبإذن الله منتصرة ليبيا، بإذن الله بإذن الله منتصرة ليبيا، طال الزمان أو قصر بإذن الله تعالى، ولن ترجعوا بإذن الله تعالى، ولن نرجع للقيود. ليلتكم سعيدة ونهاركم إن شاء الله طيب مبارك، نلتقي بكم في لقاء قريب إن شاء الله في حلقة جديدة من إشراقة وطن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.